السلام عليكم اخواتي الاعزاء، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم علمنا بما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا وارحمنا واغفر لنا وتوفنا وانت راض عنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. كل سنه وحضراتكم طيبين مكملين مع بعض وصفات شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا وعليكم بكل الخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. شاركنا مع بعض مجموعه من الافكار لشهر رمضان، سواء حلويات او فطائر او وصفات مختلفه لشهر رمضان. اتمنى طبعا لو بتشوفوا القناه لاول مره ما تنسوش تعملوا جوله سريعه على محتوى القناه، ان شاء الله تلاقوا وصفات تعجبكم. ولو بتشوفونا الاول مره دي مجموعه من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناه، والقناه عليها مجموعه ثانيه متنوعه. وصفتنا النهارده من الوصفات ابسط، يعني تعتبر ابسط وصفه ممكن تعمليها لشهر رمضان، تحليه سريعه كده او معسلات سريعه، ان شاء الله تعجب الكل. اتمنى طبعا ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفه النهارده عملناها ازاي. في البداية المقدار بتاعنا ده هيعمل لنا ضعف الكمية اللي حضراتكم شفتوها في الطبق ويمكن أكتر كمان. أول حاجة بستخدم في الوصفة بتاعتنا مقدار بيضة واحدة، البيضة الواحدة هضيف عليها مقدار 3 كوبايات من الدقيق، وهنا أنا بعاير بالكوب المعياري، حطيت هنا مقدار 3 كوبايات من الدقيق. ممكن تعملي نص الكمية يعني كوباية ونص من الدقيق، هي كمان ضيفي عليها بيضة واحدة. بعد كده حطيت على وصفتنا 1/3 كوباية من الزيت بنفس الخطوات. اضافتنا اللي بعد كده كذا اضافة جافة ولكن بسيطة موجودة طبعا في كل بيت، زي ما حضراتكم شايفين حطينا رشة من الملح، هضيف كمان مقدار معلقة كبيرة من الخل، والخل بيفرق في الوصفة بتاعتنا بيديكي نتيجة افضل. هضيف كمان على وصفتنا شوية من الفانيليا، حوالي مثلا هنا ربع معلقة من الفانيليا كده او نص معلقة من الفانيليا عشان حاطين بيض. بعد كده حطيت مقدار من البيكنج باودر، معلقة مش مليانة من البيكنج باودر. اضافتنا اللي بعد كده وهي مية الورد او مية الزهر، هنضيف منها مقدار معلقتين كبار مية الورد والفانيليا، بيفرقوا في طعم الوصفة وكمان بيخلوا ريحتها جميلة جدا. الخطوة المهمة اللي بعد كده في الوصفة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، بناخد هنا الخليط بتاعنا كده بنبتدي نفركه مع بعضه عشان ندخل كل المقدار ده كله مع بعضه، وده كل المقادير اللي حطيناها تتدخل مع حبيبات الدقيق، الزيت اللي احنا حطيناه وكل المقادير ندخلها مع حبيبات الدقيق بنفس الخطوات. بعمل الخطوة دي دقيقة دقيقتين كده، انا فصلت الكاميرا شوية وعملت الخطوة دي دقيقة دقيقتين لحد الخليط ما يبقى رملي معانا. في حاجة كمان في الوصفة بتاعتنا، ان ممكن هنا الزيت تستبدليه بأي مادة دهنية موجودة عندك، لو عندك سمن هنا سمن مثلا ممكن تستبدليه بسمن، اي حاجة موجودة عندك ممكن تعجني بيها اي مادة دهنية، سمنة زبدة اي حاجة هتسيحيها وتستخدمي منها مقدار 1/3 كوباية. الوصفة بتاعتنا بنفس الخطوات فيها بدائل كتيرة، لو انت مش حابة تعجنيها بالمية ممكن تعجنيها باللبن، انا استخدمت ابسط حاجة موجودة في كل بيت وهي المية، جبت مقدار كوباية من المية وابتديت اضيف بالتدريج على حسب نوع الدقيق الموجود عندك، ما تحطيش كوباية المية مرة واحدة، هي ممكن العجينة كمان بتخش معاك كل الكوباية على حسب نوع الدقيق الموجود عندك. العجينة بتاعتنا بتكون عجينة وسط، لا متماسكة جامد ولا ناشفة جامد ولا طرية جامد، وبعد كده ببتدي بقى ألم العجين وعجينه كويس، وبعد كده بسيب العجين بتاعي يرتاح ربع ساعة. بعد ربع ساعة أخدت العجين وقسمته نصين عشان أعرف أفرده وأتحكم في سمكه. فهنا بنفس الخطوات في الفرد بتاعنا كمان، فردت هنا باستخدام النشا، حطيت شوية من النشا تحت وفوق، وببتدي هنا أفرد العجين وأحاول أخلي العجين مش رفيع، أخليه سميك معايا شوية، وهو إذا السمك زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هنشوف السمك اللي احنا محتاجينه، وبتبقى العجينة تخينة معانا. خلاص كده العجينة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين هو ده السمك اللي أنا محتاجاه في الوصفة بتاعتي. خطوتنا اللي بعد كده اي قطاعه بقى موجوده عندك، انا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ده ابسط نوع من الحلويات اللي ممكن تعمليه، سهل جدا وكمان هنا تشكيله بسيط جدا بنفس الخطوات، وكمان طقوس جميله كده لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، عندك عزومه اعملي شويه صغيرين كده مش هياخد معاكي وقت خالص، وكمان مقادير اقتصاديه جدا، وعايز اقول لكم طعمها جميل، بس وفري عندك ميه الورد وشويه من الفانيليا هيديكي كمان طعم احلى للوصفه. بأي غطا برطمان موجود عندنا أو حلق برطمان متساوي عندنا بنبتدي هنا على شكل دايرة كده، قطعت الوصفة بتاعتنا بنفس الخطوات وزيادات من العجين لميتهم عشان قفتهم مرة تانية. ببتدي هنا بواسطة غطا البرطمان اللي قطعت بيه في البداية، ببتدي هنا أعمل شكل الهلال، والشكل التاني كده بيدينا شكل أوفر كده بيضاوي شكله حلو، ببتدي أستخدمه مرة تانية وهو كمان هحمره وهنشوف شكله مع بعض. بيدينا شكل هلال كده جميل، ممكن كمان لو عندك شكل نجمة ممكن تعملي هلال ونجمة، الموجود عندك أي قطعة متاحة عندك ممكن تقطعي بيها، لو ما عندكيش قطعات خالص استخدمي أي غطا برطمان واعملي شكل الهلال الجميل بنفس الخطوات.
اول جزء معانا عملته بنفس الخطوات كده، هو هاخده بعد كده ارصه في طبق، والجزء اللي انا لميته من العجين، مش الجزء الاولاني بقى، مش نص الاولاني لا، الجزء اللي انا لميته من العجين حفيته مره ثانيه، وهبتدي اشكله بنفس الخطوات زي ما شكلت الجزء الاولاني. ادي هنا الزيادات اللي انا لميتها من العجين، يفضل هنا تسيبيها مثلا ربع ساعه ولا حاجه ترتاح عشان تبقى سهله معاكي في الفرد. مستعجله الفديه على طول، وحفيتها بسمك تخين هي كمان، وبعد كده هشكلها بنفس الخطوات زي ما عملت اول جزء. طبعا هنا الجزء الثاني ده شرب كميه من النشا في البدايه، وكمان فردته على النشا، فبديكي تورية اكتر من الداخل. بقطعه بنفس الخطوات، ودلوقتي هنشوف النتيجة مع بعض. وادي الجزء الثاني شكلته زي ما عملت الجزء الاولاني بنفس الشكل كده، ودلوقتي هقطعه بغطا البرطمان زي ما عملت الجزء الاول. طبعا هنا زيادات من العجين بنلمها مع بعضها وهنفتها مرة تانية. ادي هنا تاني جزء معانا كده بنفس الخطوات بنبتدي نعمله. طبعا هنا عايزه تكبر الهلال، عايزه تصغريه زي ما انت عايزه. الخطوه اللي بعد كده بقى هناخد هنا الجزء بتاعنا ده كمان وهرصه في الطبق، وباقي الجزء احنا او باقي الكميه الموجوده معانا هنشكلها بعد كده. بعد كده في وصفتنا حاطين طاسه على النار، وحاطين فيها كميه من الزيت، وبنسيب الزيت بتاعنا يسخن، ولكن ما بيحماش جامد، بيكون السخونيه بتاعته سخونيه متوسطه عشان طبعا حلوياتنا تستوي كويس وتاخد لون حلو وما تتحرقش طبعا اول ما تحطيها. ادي الزيت بتاعنا في طاسه على النار، دلوقتي بقى هنبتدي ننزل بالحلويات بتاعتنا. كان الزيت لسه ما سخنش جامد في نفس الخطوات، اول ما حطيت اول واحده كان لسه ما طلعش معايا جامد، ولكن بعد كده اول ما سخن معايا استنيت شويه لحد ما سخن معايا، بعد كده رصيت بقى جزء من الكميه الموجوده معانا. واول ما بتحطيها كده بتبصي تلاقيها يعني ابتدت تنفش معاكي، وبنقلبها على الجنب التاني عشان طبعا تقب معانا كده وتبقى منفوشه شكلها حلو. بنبتدي هنا اول جزء معانا بنفس الخطوات حطيناه في الطبق بتاعنا، بنبتدي نقلبها على الجنبين عشان طبعا حجمها يتضاعف، وبعد كده بنبتدي بقى نحمرها على نار متوسطه لحد ما تاخد معانا لون ذهبي. الشربات بتاعت حلويات بتاع حلوياتنا بيكون شربات تقيل وشربات بارد، يعني الحلويات بتبقى سخنه والشربات بيبقى بارد. يفضل كمان ان انت هنا الحلويات ديت ممكن كمان تحطي الشربات ساعه التقديم، ما تحطهاش قبل التقديم، يعني ممكن تحمري كميه ممكن كمان الاثنين يبقوا باردين، ولكن هنا اما احطها بقى وهي سخنه والشربات بارد بتشرب كميه حلوه من الشربات وبتديكي نتيجه افضل. فهنا مثلا لو انت عايزه تعديها يوم يومين ممكن تعملي كميه وبعد كده تدفلها، هتخلي الشربات هو اللي ساخن وهي طبعا بارده، بتحطيها في الشربات ساخن بتديكي نتيجه كويسه. ادي هنا اول جزء معانا ببتدي احمره لحد ما ياخد لون ذهبي معانا بنفس الخطوات كده، وزي ما حضراتكم شايفين قبت معانا وشكلها جميل. بقلبها بقى من الجنبين من جنب للتاني كده لحد ما تلون معانا لون ذهبي، وبعد كده بنطلعها في مصفى او نطلعها على مناديل من مناديل المطبخ. طبعا هنا قبل ما نشتغل في الوصفه بتاعتنا بنكون محضرين لها الشربات، ممكن ما تعمليش كميه كتيره مثلا عشان منها عشان ما تتعبكيش، ومنها كمان عشان الحاجه تبقى فريش عندك. هنا مثلا ممكن قبل ما تحضري الوصفه تحضري الشربات، والشربات بتاعنا عباره عن كوبايه ونص من السكر عليهم كوبايتين من الميه، اول ما بيغلي بتحطي عليها عصير الليمون، وهنا بتسيبيه على النار لحد ما يتقل معاكي شويه، بيكون شرباتها تقيل، وبعد ما يتقل معاكي شويه او يكون فقاعات كده على الوش بتنزليها من على النار وتحطي على الشربات شويه من ميه الورد او ميه الزهر. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين ده جزء تاني من الحلويات بتاعتنا، حمرتهم واخدوا لون جميل بنفس الخطوات، حمرت الجزء الاولاني ونزلت في الطاسه الجزء التاني حمرتهم هما كمان، وادي اللون بتاعنا بنفس الشكل. بعد كده بقى بنطلع حلوياتنا وهي لسه سخنه، بنزلها في الشربات البارد التقيل، وادي شكل حلوياتنا زي ما حضراتكم شايفين. كل ما سبتيها في الشربات كل هنا ما تشرب كميه من الشربات والشربات بقى يدخل جواها، وعايزه اقول لكم الحلويات جميله جدا، شكل حلوياتنا جميل جدا. اتمنى الوصفه تعجبكم، اتمنى تجربوها باذن الله ستنال اعجابكم. انتظرونا باذن الله في وصفات جديده لشهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش كمان تعملوا جوله سريعه على محتوى القناه ان شاء الله تلاقوا وصفات تعجبكم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.